السلام، ويا إلهي على هذه الأجواء، ويا إلهي على هذا الحضور، ويا إلهي على هذا الترقب عند المشجعين. هذا اليوم بالكرة البينية يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. نيمار، كاراسكو، يتدخل ويقطع الكرة، توقع ممتاز هنا. فان دايك عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة، يلعب كرة للجانب الأيمن. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. كريم بنزيما، دي بروين، كرة من جهة اليمين، ليونيل ميسي، كرة عرضية، نيمار، تجاوز رائع بالكرة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعبها لمنطقة الخطر، بينية رائعة، انطلاقة مدافع إلى الأمام. الخطورة الآن في الجانب الآخر. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. سيرخيو راموس يلعب كرة على اليسار، مر وعدى بشكل جميل. داني أولمو، أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ لمسة على اليسار، يا لعيب، كرة جميلة هنا. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة، أمر لا نشاهده كثيرا من فرق ترضى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. والدفاع يبعدها، رابية جانبية أيضا. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار، الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. نيمار، لمسة بينية، وهذه رابية جانبية، فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير.